أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، شكرا لكل من يدعمنا في هذا المحتوى. حلقة اليوم عن الشاب الأسمر الذي خلخل وزعزع أركان الأغنية المغربية الشعبية وقدمها في قالب سياسي وقالب اجتماعي قريبا من قلوب المغاربة. ببساطة إنه ذو جميع، الشاب ذو البشرة السمراء الذي أحبه المغاربة كثيرا وكان رمزا من رموز النضال ورمزا من رموز الحركة الفنية. من طبيعة الحال بوجميع هو ولد في 26 أكتوبر من سنة 1944 بكريال كريان سونترال بالحي المحمدي بالدار البيضاء من أبوين مهاجرين وينحدران من مدينة أو من منطقة طاطا بالجنوب الشرقي للمغرب. من طبيعة الحال بوجمعة أحكور المعروف باسم بوجميع، موسيقي ومسرحي وزجال ويعني موسيقي على آلات تراثية أصيلة، وهو من مواليد درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدار البيضاء وبالضبط بكريان خليفة سنة 1944. ازداد وترعرع في أحضان الحي المحمدي وتشبع بالثقافة البيضاوية منذ بداية حركات المقاومة بالمدن المغربية إلى عهد الاستقلال سنة 1956، ثم بعد ذلك مع موجات وحركات الستينيات السياسية والاجتماعية وكذلك يعني ما عرفته السبعينيات من انقلابات وحركات سرية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. تعود جذور والديه إلى منطقة المنابهة بنواحي إقليم تارودانت. ظل يرافقه دعدعه أي الآلة الموسيقية التراثية كالظل على خشبة المسرح والحي وفي جميع أنشطته الفنية. بوجميع كان يرتاد مقاهي بالدار البيضاء يرتادها من طبيعة الحال المثقفون، وهنا التقى بالقساس المغربي الراحل محمد زفزاف وحدثه عن حلم كان لا يزال حينتها جنينيا وبدأ يتأسس، وهو تأسيس مجموعة فنية بتصور جديد ونمط مختلف لحنا وتوزيعا وكلمات وكذلك يعني كل هذه المجريات الفنية. لم يطبق يعني زفزاف من عزيمة بوجميع، ولكن صاحب قصة الثعلب الذي يظهر ويختفي أدرك الصعاب وصعاب المرحلة وكذلك المشاكل التي يمكن أن تعترض هذا الشاب ذو النفس الثوري وكذلك حجم التحديات التي تنتظر ميلاد المجموعة والتي تريد التجديد والقطع مع الماضي وتوابته الفنية المتحجرة. أسس بوجميع فرقة الناس الغوان مع مجموعة من أصدقائه ورفاقه يعني بحساسيات مختلفة، وغنى في أغادي بيا خويا والصينية وغيرها من الأغاني ومن الروائع ذات البعد السياسي والاجتماعي. رحل ذات يوم حزين أسلم الروح بعد أن تقيأ دما ويعني في لحظات يعني تشوبها الكثير من الشكوك. رحل الشاب وبقي صداه إلى يوم في مسامع عشاقه، ولعل سر هذا الفنان هو بالضبط ما لخصه شقيقه محمد حين قال: ربما كان بوجميع يريد قول أشياء
ربما كان بجميع يريد قول أشياء أو إيصال أمور وقضايا أكبر من حمل الدعدوع والصدح بالغناء. وبرحيل بجميع دشنت يعني ناس الغيوان مرحلة من مراحل أغانيها وكذلك مع علاقتها مع الجماهير داخل المغرب وداخل وخارج المغرب. تبقى الإشارة إلى أن ناس الغيوان الذي يعتبر بجميع رائدها وأحد مؤسسيها الفعليين برزت إبان حقبة ما يسمى يعني في المصادر التاريخية المغربية بسنوات الجمر والرصاص والنزوح، يعني أن الأغلبية من المثقفين ومن الفنانين فضلوا النزوح إلى التعبيرات الفنية نظرا لشدة القمع، وهي دليل على أنها كانت تتوفر على وعي كبير بالمرحلة ويعني وصعوباتها ومشاكلها رغم محدودية التكوين العلمي والثقافي لعناصرها المؤسسة، وهو وعي حرص فيه يعني بجميع على ضرورة إبداع أغاني تتساوق أو تتماشى ومجريات الواقع المغربي من فقر وقمع ويعني جوع، ويعني الحديث من الأشياء التي وقعت خلال فترة الستينات والسبعينيات والثمانينيات وفي علاقتها في امتدادها العربي وكذلك العالمي. فقد كانت تدرك هذه المجموعة حقيقة الواقع السياسي والثقافي بعد تطور أعمالها والتصاقهم بالجماهير والتصاقهم بالمثقفين وكذلك خبراتهم السفر داخل وخارج الوطن وما كانت تخوض فيه، وتعرف أيضا حدود تأثيرها في المتلقين. على هذا الأساس وعلى أساس هذا الوعي الفني مثلت ناس الغيوان مجموعة غنائية كان هدفها أو تسعى إلى تقديم محتوى موسيقي تحيي فيه التراث المغربي الشعبي تغربله وتتخذه سبيلا إلى التكلم عن مشاكل الناس أو قضايا المواطنين وقضايا المجتمع في لحظتها الراهنة. وبذلك مثلت أول فرقة غنائية مغربية تنفتح بألحانها وكلماتها على أفق من فن جديد يتمركز على بساطة العبارة وعمق دلالاتها، فشكلت وفق عبارة الكاتب المغربي الكبير الطاهر بن جلون ظاهرة ثقافية مغربية هي أهم ما عاشه المغرب في حراكه الفني خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك من حيث اتباعها أو نحتها لمفردات المأطور الشعبي والمأطور الغنائي الشعبي من حيز النسيان والإهمال إلى تقديمه إلى جمهور مغربي واسع وكذلك وفق تصور جمالي وذوقي حديث يمكن يعني من طبيعة الحال يمكن أن ينقل هذا المأطور الشعبي والغناء الشعبي من حيز النسيان والإهمال ولتصور هذا الذوق الجمالي إلى أن يضفي قناة من التواصل بين يعني مجموعة ناس الغيوان برائدها بجميع وجمهورها الواسع داخل المغرب وخارج المغرب في انسجام مع العلاقات يعني العلاقات العربية التي عرفت الكثير من المد والجزر. من طبيعة الحال تبقى أغنية أو كما ردد بجميع عير خضوني دليلا واضحا على ما كان يدركه الرجل ومن صعوبات
وأنه غير مهتم إلا لما يردده ولما كان يشعر به ويكتبه. إلى هنا أيها السادة والسيدات أيها الأصدقاء، نشكركم أو أشكركم على حسن المتابعة، كل المنى، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.